بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه وضمن برنامج عواصم الكتاب العالميه الذي تشرف او تشرف عليه منظمه اليونسكو شاركت معالي الشيخه مي بنت محمد ال خليفه رئيسه هيئه البحرين للثقافه والاثار في حفل تدشين الشارقه برنامج احتفالاتها باختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وذلك بمسرح المجاز في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبهذه المناسبة عربت معالي الشيخة مي الخليفة عن اعتزازها بحضور التدشين الذي يتزامن مع الاحتفاء الدولي بيوم الكتاب وحقوق المؤلف موضحة أنها المرة الأولى على مستوى دول الخليج حيث لم تسبق الشارقة أي دولة خليجية للتتويج بهذا اللقب، وأضافت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تضع بصمتها بصمتها في مختلف المجالات لا سيما الثقافية، أما الشارقة بوجه خاص فهي إمارة رائدة قطعت شوطا مهما نحو التقدم الفكري والثقافي في ظل دعم صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي نجد مبادراته الداعمة للثقافة في كل أنحاء العالم. وفي كلمته خلال الافتتاح رحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالحضور العالمي المشارك في الفعالية كما شدد على العمل الدؤوب من قبل المعنيين في الإمارة على أن تحصل على لقب العاصمة العالمية للكتاب واشاد باهميه القراءه والكتب لبناء مجتمع المحبه والاخوه، من جانبه هنا المدير العام المساعد للثقافه في اليونسكو وممثل مدير عام المنظمه السيده اودري اوزولايا في الاحتفاليه اماره الشارقه على اللقب متوقفين عند اهميه قيمه الدفاع عن التراث الانساني الذي يجمع اليونسكو بالاماره.